السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم وألف مرحبا في قناتي وقناتكم دي جافلوغ. أول حاجة بنقولها هو أنني كنشكركم بزاف بزاف، كل واحد بالاسم ديالو. الله يكتر ألف خيركم على الدعم ديالكم اللي ندعميني ومسانديني في القناة ديالي. وتاني حاجة بنتكلم اليوم إن شاء الله على جوج الأمهات بنفس العائلة واللي كيعانوا مع الأولاد ديالهم، الأخت سعاد والعجوزة ديالها أم يوسف الفاسية. بغيتكم باش تعطوني رأيكم شكون هي الأم اللي مظلومة في هذه الحياة. المهم تعليقاتكم في التحت إن شاء الله إلى جات على خاطركم، ولكم ألف شكر ونخليكم مع الفيديو. والله ما كيديني النعاس، لا حول ولا قوة إلا بالله، محتاجة غير الدعاء ديالكم، محتاجة حتى شي حاجة. عمرني كنت كنشوف راسي غادي نوصل لهاد المرحلة اللي أنا فيها، ورايا ولاد صغار، خصني نكون مرا قوية إن شاء الله. فيق طويلة ولدي وفيها السبوعة والدبوعة، طريق طويلة ولدي وما عرفتش إلا طريق بقبض أنا، طريق طويلة والله متعالي قصفة عليك، والله متعالي حنا عليك القلوب ويبرد عليك. ولك شي علاش حليت هاد القناة ولدي؟ باش نتعاون، باش نسيب، باش نصرف عليك. ها هي معاكم أم يوسف بلا يوسف، ولكن يوسف في القلب ديالي وديالكم. يوسف راه في القلب وراه في البال، وما غيتناساش وما عمرني ننساه وما عمرني نتخلى عليه. أنا معاك ولدي باش ماك. الله ياخذ الحق وربي ما غيبطل بيه، لله ما أعطى ولله ما أخذ.